مشاهدينا في برنامج ذا تور. اليوم راح تكون الحلقة غير، ليش؟ في وايد بفصل الشتاء يحاولون انهم يعيشون اجواء المزارع واجواء المحميات وغيرها، بس الاغلبية ما يملكون هذه المزارع. فقلنا نختار لكم هذا المكان اللي هو اسمه محمية باب دوكالا عشان تشوفون ارجاء المكان وتعرفون تفاصيل اكثر عنه. باب دوكالا موجودة في مزارع العبدلي في الكيلو 78. المحمية هذه تبطل كل أيام العطل الرسمية وكذلك الجمعة والسبت من الساعة 12 الظهر ل 9 بالليل. نلاحظ أول ما ندش المحمية إن طرازها وطراز عمرانها مغربي، وغير كذي إن كل شيء ممكن تحتاجونه موجود أهني. من باب كذلك دعم المشاريع الصغيرة راح تلاقون وايد كشكات فيها كل احتياجاتكم، وشيء بشيء يذكر ترى الدخلة هني ببلاش فور فري. اللي لاحظناه أصلاً إن الأجواء هذه مناسبة جداً للأطفال، وأكثر ناس مستمتعين ومستانسين هم اليهال. مساحات واسعة، حيوانات نادرة وحيوانات يعرفونها وحيوانات ما يعرفونها، وغير الطيور المتنوعة. في كذا قفص راح نلاقي فيها أنواع من الطيور والبط اللي حتى قاعد يواكلونهم ويبوا لهم خبز وسوالف. لازم تجيبون عيال. نتمشى داخل المزرعة قاعد نشوف وايد في حيوانات ومتنوعة، منها الخرفان، الغزلان، في الحين هذه لاما، في كنجر هني، وايد 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 حيوانات أنا ما توقعت إني راح أحصلها موجودة. خلنا ناخذ جولة نشوفهم ويا بعض ونوكلهم بعد. تعالي تعالي اكلي هذا، عليش بالعافية، هني هني. هي أكلت وأنا للحين ما أكلت. لا اذا خشيت راح حاليا انا بقفص الغزلان، بس اللي لاحظت انهم اللي قاعد يخافون مني، المفروض انا اخاف منهم. للامانه اجواء ولا اروع، تجربه حلوه. خلينا نشوف قفص ثاني. هذا القفص فيه انواع متنوعه وايد من الحيوانات والطيور، وغير كذي راح نلاقي فيه قطاوه وفي ارانب وفي ما ادري هذا شنو اسمه، بنعرس وغيره. صراحه تجربه تجنن، يعني الود ودي اطلع كل نوع حيوان واقعد العب وياه شوي، وهذا شكلي راح اخذه معي البيت. شو نسميه؟ نسميه تور. تور.
هذا القفص، هذا القفص نلاقي فيه النمس. النمس اللي يعرفونه يعرفون تيمون، بس حاليا ما في بومبا. هاي تيمون، هاي تيمون. الأشياء اللي لاحظتها إن اليهال وايد قاعد يحبون يركبون الخيل ويفترون فيه ويصورون، بس أنا ما أركب الخيل كذي عادي، أنا لازم أركب خيل. أركب خيل يعني ممكن تتحركين؟ والله تتحرك. اللي لاحظته إن اليهال قاعد يجون هنا صوب الخيل وقاعد يركبونه، قاعد يصورون فيه ويستانسون مع أهاليهم وإخوانهم وأخواتهم. بس الأكيد إن أنا لما أركب الخيل أحب أتمشى فيه أكثر من إني أصور فيه. مو راضية تتحرك، يلا روحي. أوكي عصلقت. اختك خوافة؟ أي. ليش عادي ما تطلع هي تخاف وتركب العود وانت تركب الصغير؟ شو المشكلة يعني؟ صغير لا هي اصغر منك عشان؟ اي هي اصغر منك؟ اي يلا زين. ايوه اول مرة تجين ولا من زمان؟ لا قبل جيت مني. جاية من هني من قبل. حلو مستانسة يعني؟ اي بعد شو تقولين حق الاهالي الموجودين؟ شو مستانسين ومستانسين؟ رحتي صوب الحيوانات؟ اي شنو شفتي حيوانات؟ البط والارانب. شنو اكثر شيء حبيتي؟ البط. اي من وين جايين؟ من الالعاب. من صوب الالعاب هناك؟ إيه؟ زحمه ولا زين الاجواء زينه؟ لا الاجواء زينه. زينه حرانين ولا زين الجو؟ حرانين. شوي حر. إيه؟ شوي حر، ناطرين الشتا يدش علينا. حبيبتي شو اسمك؟ قاعد ياكل مو فاضي لي. شو اسمك؟ حمود. حمود؟ حمود قاعد تاكل شعر بنات؟ يا عمري هذا المكان كله نطاطيات وكله ألعاب حق الأطفال. متحمسة ودي أصعد ألعب معاهم بس محتارة أي واحدة فيهم. خلاص لحظة. هاي شلونكم؟ واحد اثنين بلاصة ودي اطلع من هاي. من بعد العفرة والحوسة بأقفاص الحيوانات ومع الحيوانات والطيور قلت لازم أريح شوية، وعقبها لازم أقعد وأقابل صاحب المزرعة وأسئلة كم سؤال أحس ضروري أعرف إجاباتهم، أحسها أسرار قصص. نشوف بعد شوي. وصلنا حق الفقرة اللي أنا كنت ناطرتها على أحر من الجمر. عندي وايد أسئلة لازم أبو محمد اليوم يجاوبني عليها. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا أهلا. أول شيء أشكرك على استضافتك لنا. حياكم الله. واستضافة كل هذا الجمهور اللي متواجد برا قاعد يستمتع بكل المرافق اللي أنت موفرها. الحمد لله. الحمد لله. أول شيء أول سؤال كان من أول ما بلشت أصور وأنا أسأل نفس السؤال، إشمعنى المعمار المغربي؟ إشمعنى الروح المغربية؟ ليش اخترت هذا الطابع؟ والله شوفي بالنسبة للفن والتراث واللي مشهور على مستوى الوطن العربي اللي هو الفن المغربي، ايه؟ سواء في النقش أو في المعمار أو في الديكور الأندلسي المغربي. فمن البداية وخاصة أن الشباب اللي شغالين هني في المزرعة كلهم
كلهم مغاربة. من المغرب. اي نعم. قررنا انه يكون ثيم مغربي، ديكور مغربي. حلو. والاسم ايضا مغربي. حلو. ابو محمد، في حيوانات مو تبع بيئتنا، شلون فكرت انك انت ممكن تجيب هذه الحيوانات الموجوده؟ والله شوفي، اول شيء الحيوانات اللي موجوده كلها اليفه. ما عندنا شيء مفترس. قلنا تكون المزرعه مزار يعني محبب ومثالي للعائلات. صحيح. لما نتكلم عن العوائل والعائلات، طبعا ما في شك انه راح يكون في اطفال، الاطفال صح. يستانسون على الحيوانات. فقررنا ان نجيب حيوانات ونستوردهم من مختلف دول العالم. طبعا ايام الاجواء الزينه والبرد والشتاء الجو ممتاز. ممتاز. بالصيف كلهم يتحولون الى الحاضنات. الحين انت لما تقول لي انا بالعطل الرسميه وايام الويكند الدخله حق العامه يقدرون يجون يستمتعون بالمرافق، انت قاعد تدعم المشاريع الصغيره كذلك بالكشكات اللي قاعد توفرها لهم. صحيح. كل هذه بوادر نقدر نقول ذاتيه شخصيه منك، شنو غايتك من وراها؟ شنو كان الهدف من هذا كله؟ طبعا من البدايه قلنا يكون متنفس بيئي وزراعي. بيئي وزراعي وريفي يعني للعائلات وللاطفال. والحمد لله يعني سنه بعد سنه الاعداد تزيد، الناس تكثر. حلو. صارت ايضا وجهه سياحيه الآن. الدولة مشكورة تدعم السياحة الزراعية. وأعتقد أن المزرعة الآن مهيئة بكل مرافقها. صحيح. أنها تكون يعني مكان مثالي للسياحة الزراعية. للسياحة الزراعية. نعم. حلو جميل. ليه قدام؟ طبعا لازم احنا نطور سنة بعد سنة. والتطوير احنا يعني نستشفه من جهتين. من الناس اللي تزورنا ومن الشباب اللي شغالين في المزرعه. اي دائما نسال طيب وبعدين شنو المرحله الجايه شنو راح نسوي؟ صح. شلون التطوير؟ شلون ممكن نضيف اشياء جديده؟ والحمد لله كل سنه غير عن السنه اللي قبلها. عساكم على القوه. الله يقويك. ومن هل الاعلى يا رب. الله يحفظك. شكرا. شكرا للاستضافه. شرفتونا. حياك. اهلا وسهلا. من الساعه كم انتم هني؟ من حوالي 2:30. من 2:30 النيه تقعدون للساعه كم؟ صراحه لغايه ما تسكر. يعني الاجواء مناسبه. حلوه كثير. شلون عرفتوا المكان؟ بصراحه على انستغرام اصحابنا قوم هنا وقالوا كويس قوي. والله هو الطبيعه اللي موجوده والخضره اللي موجوده، واول مره اشوف يعني طراز مغربي يعني. الشاي المغربي، الاشياء المغربيه اللي موجوده، عشان الحيوانات وكل شيء حلو هنا. كل شيء عاجبك؟ اكثر شيء شنو؟ من الكنغرو ما بينط والارنب. مساك الله بالخير خالتي. هلا. شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. مساك طيبه. الحمد لله خير. حاطه شايك يمك ولا قهوه؟ ايه. مستانسه اليوم؟ ايه اول مره. اول مره تيين؟ ايه والله. شلون دريت على المكان؟ أخو شابك. إيه. زين، شنو أكثر شيء حبيتي؟ الناس وتغيير الجو. إيه. يعني الحمد لله. الحمد لله. من بعد كورونا غلقة كان. إيه. يلا لا يعودها من أيام. ما يعودها أيام. آمين يا رب العالمين. آمين. كان تور اليوم في محمية باب دكالة، مكان ينن، وحتى الأطفال وفرحتهم والأهالي وشو مستانسين بعيالهم، هذا شيء صراحة يثلج الصدر. وللأمانة شكلي راح أزور المكان مرة ثانية.